وفي نشرة سابقة أكدت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، أكدت أن مملكة البحرين تسعى لكسر الرقم القياسي ودخول موسوعة جينيس بمشاركة 12 ألف طالب وطالبة. يحدث طبعا أكبر درس في العالم على تعريف الشباب أهمية التنمية المستدامة وكيفية توحيد الجهود للعمل من أجلها. حاليا إحنا إن شاء الله نأمل أن إحنا نكسر رقم جينيس العالمي بمشاركة أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من مملكة البحرين، وهذا الحدث العالمي المميز. طبعا نشكر شركائنا فيه مثل وزارة التربية والتعليم ومنظمة آيزك العالمية لإنجاح المشروع بإذن الله. طبعا هذا الحدث العالمي قاعد يتم مع شركات كثيرة مثل مكتب الأمم المتحدة الأمائي، طبعا بنك البحرين الوطني، تمكين، ستارت اب بحرين، باناغاز، جي بي آي سي، مجلس شباب الدولة للإمارات العربية المتحدة الشقيق. فكل هذه الشركات هي دعمتنا ان احنا نقدم هذا المشروع، وان شاء الله يكون شيء مميز لمملكتنا.